منذ بداية الأحداث في غزة في 7 أكتوبر اللي فات، مصر بتؤكد مراراً على رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. عشان كده سعت مصر لخلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقاً لمبدأ حل الدولتين. طبعاً عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الموقف المصري من رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور على سيادتك فندم ومشاهدينا الكرام. يا أهلاً بيك. في البداية محتاجين شرح من حضرتك أكتر للسادة المشاهدين عن موقف مصر من مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. الحقيقة طبعاً إحنا مش هنتكلم تاني بقى في موضوع إن إحنا القضية الفلسطينية دي قضية مصر مش قضية حد تاني بوضوح شديد جدا وواقع ملموس النهاردة. العالم كله شايف ان مصر من تاريخ هذه القضية حتى هذه اللحظة ستستمر داعمة للإخوة الفلسطينيين بكافة الطرق. يعني فكرة فتح المعبر هذا التحدي الكبير وعبور المساعدات الإنسانية على طول الأزمة حتى هذه اللحظة، موقف مصر مع عدم تسريب حتى الأجانب مش بس إخواتنا الفلسطينيين ان هم يخشوا من سيناء او يخرجوا من تحت القصف الإسرائيلي المتوحش. الحقيقة ده موقف كان يقول إن الإرادة المصرية واضحة جدا في مساعدة الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه ورفض سياسة التهجير. وجودنا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ودعوتنا للعالم لمؤتمر القاهرة السلام، مشاركة السيد الرئيس نيابة عن مصر طبعا وهو ممثل مصر في مؤتمر الرياض، لا الحقيقة مصر لم تترك بابا واحدا يساعد الإخوة الفلسطينيين ويدعم عدم تهجيرهم القسري. والمساعدات اللي بتخرج من مصر بتخرج من دم الشعب، الشعب بيوديها من قلبه مش بيوديها مجرد فلوس تبرعات الناس بيبعت وسائل مش عارف ايه، لا هو احنا بنحمل ده ونحمل مشاعر الانين مظاهرات اللي شعب مصر كله كل يوم بينزلها في كل النقابات وكل الجامعات وكل الحقيقه الاحزاب. كل يوم عندنا في مصر ندوه خاصه بغزه ومؤتمر لغزه وتجمهر خاص بغزه، لا شعب مصر على طول الخط الحقيقة داعم لهذا الشعب الشقيق ورافض كل الرفض سياسة تهجيره. والحقيقة يعني إسرائيل واستمرارها في القصف الوحشي وضرب المدنيين العزل بهذه الآلية والمجتمع الغربي اللي بنشوف ازدواجية معاييره بوضوح في هذا المشهد لأول مرة بوش مكشوف زي ما احنا بنقول كمصريين انه داعم للي ضارب واللي عنده ومدهم بالسلاح و14 مليار و3 من عشرة يعني مليار دولار أمريكا دفعة أولى مساعدات يقررها الكونجرس الأمريكي من منذ 3 أسابيع دعم لإسرائيل. كل هذه القوى المخيفة الغربية اللي جاية على شعب أعزل في بيته وفي أرضه وتحاول تهجره، أنا أعتقد أن الداعم الأول والثاني والثالث هو جمهورية مصر العربية، مفيش شك في ده الحقيقة. يعني إحنا بس لازم نقول حاجة مهمة جدا أن إسرائيل هي أكثر من سوف يتضرر من ما تفعله. يعني خروج الفلسطينيين وتشتتهم بهذه الضرب، وهي استطاعت إلى حد كبير أنها الحقيقة تفرغ شمال غزة وفصلت طبعا شمالها جوما زي ما احنا كنا عارفين وضرب المستشفيات الحقيقة الواحد بيتكلم مش عايز أقول بالبلدي بتاعنا كده بغل شديد جدا ومتضايق جدا من العمى الغرب في عمى وصم. يعني الغرب لا يسمع لا يرى يتكلم في غزه فقط. الغرب في مساله يعني اوكرانيا قلب الدنيا وقعدها زي ما احنا بنقول لغتنا عشان خاطر ده، لا طبعا احنا لينا ادوار كبيره جدا وكثيره جدا في دعم القضيه الفلسطينيه واضحه للعالم كله. بكل تاكيد. طيب دكتور ايمن، على جانب اخر، يعني لاي مدى شايف انه مصر قدرت انها تخلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وأيضا نشر السردية الحقيقية لما يحدث في قطاع غزة؟ رقم واحد طبعا إحنا إعلاننا كله وقنواتنا كلها كل ما نملك من أفواه الحقيقة صادقة بتنقل على مدار اليوم كل أحداث غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني للعالم كله. ده أول دعم. الدعم الواضح جدا والحقيقي لمصر قدمته إن خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض حضرتك ده تقريبا 80% من المخرجات المرتبطة بإيه؟ بالمؤتمر، يعني مخرجات المؤتمر كان عبارة عن 80% من اللي قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن إحنا أقدر الناس علما بهذه القضية ونحن أصحاب هذه القضية مع الشعب الفلسطيني. فلا إحنا طبعا دورنا كبير جدا وهو الدور الأول والأخير في هذه القضية المفصلية، يعني إحنا من سنة 48 للنهاردة
يعني يا جماعه احنا 75 سنه بنعاني في موضوع حل الدولتين، مصر متمسكه تمسك شديد جدا بحل الدولتين رفضا قاطعا. احنا النهارده في البرلمان المصري مستدعين رئيس الوزراء المصري عشان نبلغه احتياجات واضحه وشديده لما يحدث، وعايزين اكتر من كده. لم نكتفي بالجلسه التي تمت اللي عبر فيها الشعب عن ثقته الكامله في القياده السياسيه، وان الشعب بالكامل وصلنا رساله واضحه ال 586 نائب مجلس النواب وقبلنا مجلس الشيوخ الحقيقه قلنا بشكل اللي بيمثل كافه الاحزاب وكافه الاطياف المصريه، احنا نمثل شعب مصر، وعبرنا ووضحنا وطلعنا بيان مشترك كلنا. احنا قلنا خلف القياده السياسيه حتى لو وصل الموضوع للعمليات العسكريه ما عندناش مشكله، ثقتنا في القوات المسلحه في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غير محدوده. النهارده بنستدعي السيد المحترم مصطفى محمود رئيس الوزراء اللي راح لحد خط النار في رفح لكل المساعدات مع السكرتير العام المتحده وقابل قبائل سيناء. انا رحت قابلت قبائل سيناء سيادتك وشفت منهم التمسك اللامحدود بحبه الرمل. مين هيسمح ابدا ان في حبه رمل واحده من سيناء يتحط فيها ارض غير اهلا وسهلا نضيف واهلا وسهلا؟ واحنا عاملين يعني مستشفيات لاخواتنا الفلسطينيين وبيخشوا يضمدوا جراحهم وياخدوا مساعداتهم ويرجعوا تاني بلدهم الطاهره المقدسه. يعني احنا ما نقدرش ابدا نتخلى عنهم وما نقدرش ابدا نساعد اسرائيل في ان احنا نفتح بابنا لتهجيرهم عندنا. احنا مش بنساعد فلسطينيين، احنا كده بنساعد اسرائيل في تصفيه القضيه الفلسطينيه للابد، اللي راح يعني عايز اقول مش عشرات لا مئات الملايين من الدم العربي في هذه القضيه الفلسطينيه الحقيقه. عظيم. دكتور ايمن، قمم دوليه زي ما حضرتك ذكرت، ولا يمكن ان نغفل دور الدبلوماسيه المصريه وزاره الخارجيه المصريه في عقد الكثير من اللقاءات الثنائيه لشرح الموقف والتنسيق كمان مع الجهات الفاعله دوليا لتبني قرارات لصالح القضيه الفلسطينيه. اشكرك طبعا سيادتك. هو الدبلوماسيه المصريه قايمه بدور قاعدتها الحقيقه، يعني دور وطني عربي اقليمي ضخم جدا. هي استدعت وراحت سافرت وقابلت وعملت لقاءات مشتركه كبيره جدا مع دول العالم كله المؤثره وغير المؤثره. احنا النهارده بنلاقي تضامن من دول في امريكا اللاتينيه، من دول في جنوب شرق اسيا وفي شرق اسيا، واخد بال سيادتك؟ ده كله ده شغل ومجهود محترم قامت بيه طبعا الخارجيه المصريه، وبخلاف طبعا الموقف العربي يعني وما والمساعي الكبيره للدبلوماسيه المصريه في هذا الاطار. يعني احنا ما فيش مصري على ارض مصر والله، سواء كان دبلوماسي او عسكري او مدني او اي صفه سيادتك تحب تقولها، صحيح، مش واقف على طراطيف صعبه. كل واحد بما يستطيع. غزه فيها ايه دلوقتي؟ مش بكره، غزه دلوقتي فيها ايه؟ لا، يعني نحن متضامنون. هذه القضيه ليست قضيه فلسطين وحدها، هي قضيه مصر في المقام الاول والاخير، ولن نسمح تحت اي ظرف من الظروف الحقيقه في تهجير اخواتنا الفلسطينيين او التعدي او محاوله اسرائيل تسدير المشهد او المشاكل لدول الجوار الحقيقه. يعني لا غير مسموح وغير مقبول. طيب دكتور ايمن، يعني كيف يتابع مجلس النواب يعني الاصرار الاسرائيلي والتصريحات القياده الاسرائيليه بتهجير سكان شمال القطاع نحو الجنوب؟ مجلس النواب بيتابع على مدار اللحظه زي ما قلت لسيادتك، ومجلس النواب اصدر يعني عمل جلسات طارئه في هذا القرار. جلسه باستدعاء السيد رئيس الوزراء اكبر يعني مؤسس هذه الحكومه للتعبير الشديد اللهجه من غضب شعب مصر عن ما يحدث، وطلبات بتصعيد اكبر من ذلك. نحن نريد تصعيد اكبر من ذلك كشعب مصر، وبنلزم الحكومه بهذا، لان الوقفه اللي واقفها معظم الدول الغربيه تخيف، مخيفه جدا الحقيقه. الصمت الغربي الرهيب والدعم الرهيب تجاه اسرائيل بهذه الكيفيه، لا، ده صمت ودعم غير مسبوق ومخيف جدا ويهدد مستقبل القضيه. وبالتالي احنا النهارده وانا بكلم سيادتك يعني كمان ساعه بالظبط، السيد رئيس الوزراء ممثلا عن الحكومه المصريه باكملها تم استدعائه الى مجلس النواب عشان يطلعنا على اخر ما حدث بشكل واقعي، ونعبر له كمسلمين شعب مصر احنا ده ويرنا اللي بتطلب مننا ده. احنا هذه الجلسات هي عباره عن طلبات احاطه من نواب شعب مصر لرئيس الوزراء عشان يتم استدعاء، عشان نقول له شعب مصر عايز النهارده، مش الشهر اللي فات، احنا بقى لنا 46 يوم شعب بيقصف. صحيح الحقيقه يعني، وده لسان حال شعب مصر، يعني الطلبات دي مقدمه من قبلكم كنواب، وده لسان حال الشعب، ده اللي الشعب عايزه. صحيح، احنا بنعبر عن شعب مصر، احنا ممثلين الشعب ست، وبحث دايرته بيحمل ما يراه في الشارع المصري من انين ودقيق ودجر الحقيقه. لا، شعب مصر حاله سيئه يريد تصعيد الامور اكبر من ذلك بكثير. القياده السياسيه ترى
لديها من الحكمة، لأنها بتستخدم كل آلة سواء كانت دبلوماسية أو آلات الشكب أو آلات أو غيرها أو تصعيد أكبر من ذلك في التوقيت الذي تراه مناسبا، ونحن كلنا ثقة كبيرة جدا في القيادة المصرية. شكرا جزيلا دكتور أيمن محاسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب.